السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله معلومة النهاردة، أنتوا شايفين العنوان، يعني الكلمة دي بنسمعها كتير جدا، لكن تطبيقها مش سهل، مش سهل خالص، وبنطبقها غلط جدا. هي إيه؟ كلمة إن أنت تتخلص من علاج السكر نهائي، كلمة ان انت تتخلص من مرض السكر. انا بقول لك هتتخلص من علاج السكر، ماشي، بس ما بقولكش اضرار ما بعد ذلك، او بقولكش ازاي تتحكم في السكر بعد ما تتخلص من علاج السكر. ومفيش حاجة اسمها تتخلص من مرض السكر. ركز بس كده، عشان ايه؟ هتسمع الحلقة دي وهتطلع بمعلومات كتير ان شاء الله. هتتخلص من مرض السكر، يبقى انت لازم تبقى عارف يعني ايه مرض سكر اساسا. ما تسمعش لحد مش عارف يعني ايه مرض سكر، ما تسمعش لحد مش عارف ان السكر هو ضعف في البنكرياس، ضعف في انتاج الانسولين، سواء للتايب 1 او التايب 2. التايب 1 يا جماعة احنا عارفين ان هو بيجي يعني غالبا للاطفال، ماشي، وده بسبب ان هو عند البنكرياس بقى ضعيف جدا، غير قادر تماما على انتاج الانسولين، ماشي، بينتج انسولين بنسبه 10-20%، اذا في غياب 80% انسولين. طيب انا اجيبهم خارجيا ازاي؟ بالانسولين، بحقن الانسولين، ماشي، او بالماشين بتاع الانسولين، سواء بقى حقن زي ما ظروفك تسمح. طب بالنسبه للتايب 1 او سكر الاطفال زي ما الناس بتسميه يعني، اما بالنسبه للسكر النوع الثاني او التايب 2، فده للناس الكبيره، الشباب، بيكون غياب 50% من الانسولين، من 50-60، لكن في ناس عندها غياب 20-30-40، تمام، بالنسبه للانسولين. اللي هم عندهم السكر متظبط، لانه عنده سكر، عنده انسولين في الجسم، فعنده انسولين في الجسم بيكون بنسب معينه. عشان كده اي قرص من قرص منظم السكر بينزل السكر. وما تقوليش ان العلاج بينزل السكر وحضرتك سكرك مرتفع. ما ينفعش يكون مريض سكر بياخد علاج وسكره مرتفع. ليه؟ لان حضرتك بتاخد علاج سكر. انت لما خدت علاج السكر اصبحت زيك زي الشخص السليم. بمعنى انا عندي شوية سكر زيادة في الجسم وعايز اطردهم. طيب اطردهم ازاي؟ هطردهم بالبرشام، البرشام اللي هو منظم السكر، ماشي. اذا يعني انا بص، مثال بسيط جدا، انا عندي غرفه زي كده، الغرفه دي فيها شويه يعني ايه، شويه دبش وشويه طوب وشويه بنسميها ركش. ركش ده اللي هو الكسور البسيطه من الحوائط وكده. والاوضه الثانيه دي سليمه جدا، نظيفه، ما فيهاش اي حاجه. ده بالظبط الشخص اللي هو عنده سكر، اللي هو الاوضه اللي فيها الركش. والشخص الثاني الأوضة السليمة، اللي هو الشخص السليم ما عندوش سكر. المثل ازاي؟ هجيب عشان اخلي الأوضة دي زي الأوضة دي، هعمل ايه؟ اجيب العمال ياخدوا الركش ده ويطلعوه بره. نظفنا الأوضة. طيب نظفنا الأوضة خليناها زي الشخص الأوضة الثانية. طيب انا عشان خليت الأوضة دي زي الأوضة دي ونظفت الأوضة دي، ومش عايز بقى الأوضة دي يكون فيها بواقي من الركش ده، اعمل ايه؟ هخلي العامل يشتغل صح، تمام. طيب انا عندي العامل مين؟ عندي العامل في الجسم الانسولين. الانسولين هو الموظف اللي بيجي بالسكر، دخله الخليه فبيحرقه. وانت عندك العامل بيجي بالطوريه بتاعته او الفاز بتاعه يشيل، والعده بتاعته، ويطلع وينظف الغرفه، تمام. نظف الغرفه اهو، بقت 100 100. انت نفس الكلام، الانسولين بيجي ينظف. طب عشان الانسولين ده يجي ينظف لازم موجود. طب انا دلوقتي مش موجود عندي انسولين زي الغرفه، ما كانش فيه عامل. طب انا عملت ايه؟ جبت العامل من بره. الانسولين نفس الكلام، لجأت الانسولين من بره لان الجسم ما فيهوش. فلما جبت انسولين من بره، اذا انا كده اصبحت زي الشخص السليم او السليم. لكن سكري بقى بيعلى من ايه؟ انا بنظم السكر من خلال الانسولين، لكن من خلال عدم تظبيط الجرعه بتاع الادويه، وعدم تنظيم مواعيد الادويه، وعدم تنظيم الغذاء،
وعدم تنظيم الرياضة او مفيش رياضة خالص وفي حر وعدم تنظيم العامل النفسي بيخلي السكر زي ما هو، ولا كأني عملت حاجة. زيك زي ما يكون جايب عامل يعني بيشتغل من غير ضمير، بينظف كده حتة ويسيب حتة ومش عارف ايه وبتاع، ويسيب لك الأوضة زي ما هي ويروح ماشي، يقول لك اتصل بيك بالتليفون انا خلصت، وهو يكون انت محاسبه سيادتك وخلاص على كده تمام. هو انت نفس الكلام لما بتاخد برشام. اذا مريض السكر ما ينفعش يكون بياخد برشام ويكون سكره عالي تمام. دي نقطة. النقطة التانية بقى، انا عايز اتخلص بقى من البرشام ده خالص. وسمعت فيديوهات كتير ومن دكاترة على فكرة واستشاريين سواء تغذية او استشاري مرضى غدة صماء او اي دكتور، سمعت منه ان انا هخفض السكر او اتخلص من علاج السكر تماما. هل الكلام ده مظبوط؟ طبعا الكلام ده مظبوط، لكن طبعا بشروط. الدكتور عشان يلخص الكلمتين ويجذبك للفيديو فبيقول لك كلمتين، بعد الفيديو ده مش هتاخد علاج سكر ماشي، هيقول لك ايه الرياضه وغذاء ونظام غذائي ونظام رياضي واعشاب ومش عارف بقى منتج اساسا يكون هو عامل عنه اعلان، هو اساسا ممكن يكون شركه عاطيه له منتج ويعمل عنه اعلان، يقول لك انا الدكتور فلان العلان وبيعمل بيعمل دعايه للمنتج ده، ان انت مش هتاخد دواء بعد العلاج ده بعد المنتج ده، انا خدت المنتج ده وما فيش سكر تمام. لكن لو حضرتك ما خدتش العلاج بتاع السكر بعديها بثلاث اربع شهور سكرك هيعلى تاني تمام. طيب انا سكري تمام اعمل ايه؟ اظبط بقى رياضه وغذاء بقى وعامل نفسي ما ارجعش تاني، اهو انا ظبطت سكري اهو ما ارجعلوش تاني بقى. طيب حضرتك لما تظبط السكر خلاص الدنيا كلها تبقى تمام عندك. طيب انت بقى ما معكش منتج يا حسين هتعمل ايه؟ بالكل اللي انا قلت عليه، كل اللي انا قلت عليه قبل كده، الصيام المتقطع، صيام اثنين وخميس ده للناس اللي تقدر تصوم او اللي ينفع تصوم، رياضه ساعة صباحا وساعة مساء، ظبط علاجك ما تخلفش مواعيد العلاج تمام، ما تغيرش الجرعة من نفسك، المشروبات اللي اتكلمنا عنها، الغذاء ست وجبات، ثلاث وجبات رئيسية وثلاثة صغيرين وسط الوجبات تمام، رياضة يوم بعد يوم يعني زي الحقنة كده خد يوم وسيب يوم تمام. الحاجات دي صدقني انت ظبطت سكرك، سكرك التراكمي نزل لستة خلاص امنع العلاج. بس ده لما ترجع للدكتور، الدكتور بنفسه اللي هيقول لك امنع العلاج ماشي، ممكن يكتب لك حاجه بسيطه قوي بسيطه قوي، انت لغيت العلاج كله. تخيل تخيل مريض سكر بياخد مرتين علاج في اليوم، تخيل مريض سكر بياخد انسولين، تخيل. يبقى انت لازم تبقى عارف يعني ايه مرض السكر. اذا النظام اللي احنا بنتكلم عنه ده ما ينفعش لمريض السكر من نوعه الاول، لان هو عنده مشاكل في البنكرياس. انت هتعالج البنكرياس؟ لو هتعالج البنكرياس خلاص خليها تنتج انسولين تمام. انما الشخص اللي هو مريض سكر من النوع الثاني اللي هو عنده 50% من الانسولين يقدر يكمل بال 50% الثاني من غير علاج عادي جدا. ليه؟ لانه هو حرق نسبه السكر بالرياضه بالغذاء من غير الحقن او الانسولين او اي حاجه من الحاجات دي، بس هي منظومه متكامله. طيب انا دلوقتي في فرصه كبيره جدا، فرصه كويسه جدا، وهي الصيف اللي هو يعني هيمنحك كل الفرص دي، هيخليك تقدر تقلل من كل الأغذية اللي هي بتعلي السكر، النشويات والحاجات الصعبة، هيخليك تقدر تعمل رياضة، هيخليك تقدر تحرق. لان انت لما تعمل رياضة بالليل قوي الساعة مثلا 11 او 12 مفيش مشكلة. ليه؟ انت في الشتاء ما تقدرش تعمل رياضة في الليل كده، بتحس بكرمشة في جسمك وجسمك بيعرق وبعدها تاخد برد ومش عارف ايه، لكن بالليل ده انا اقدر اعمل رياضة، اقدر اعمل رياضة من الفجر في الصيف يعني الصبح وبالليل، لكن في الشتاء لا بينفع الفجر ولا بينفع بالليل، ممكن ينفع مثلا على الساعة 10 الصبح كده تمام. فالرياضة مش هي الأساس، الغذاء والعلاج والرياضة ثلاثة مرتبطين ببعض لازم نمشي عليهم. مشينا عليهم ظبطنا كل حاجة، بس احنا مش هنكتر في الكلام ونقول أي حاجة تاني. فملخص حلقة النهاردة، لو سمعت حلقة بتقول لك انهاء علاج السكر او التخلص من علاج السكر او التخلص من مرض السكر دي انا مش عايز اسمعها،
كلمه التخلص من مرض السكر دي مش عايزين نسمعها، لان انت لو رجعت تاني زي الشخص السليم وتاكل وتشرب سكريات وتشرب شاي بسكر كتير وحلويات ومش عارف ايه، سكرك هيرجع تاني، لان انت ما عالجتش البنكرياس، انت عالجت نسبه السكر الموجوده في الجسم، انت خفضت نسبه السكر الموجوده في الجسم وخلاص. هي الفكره كلها هنا بقى، تمام؟ فما فيش حاجه اسمها علاج مرض السكر ولا البنكرياس، لا، اسمه يعني منع علاج السكر، منع علاج السكر اللي هو الاقراص اللي انت بتاخدها، البرشام اللي انت بتاخده. لكن لو بتاخد انسولين دي مرحله تانية، لازم تنزل البرشام الاول، لازم سكرك العالي اللي هو انت بتاخد انسولين عشانه ده ينزل لسكر قليل منخفض، تاخد برشام وبعد كده تمنع البرشام بالطرق اللي احنا قلنا عليه. ارجو ان اكون وضحت معلومه كل الناس بتسالني عنها كل يوم، هل يمكن الشفاء من مرض السكر من النوع الثاني؟ ارجو ان اكون فاتكم، ارجو ان اكون وضحت النقطه دي يا جماعه، لان في ابحاث كتير جدا في الموضوع ده يعني معروضه، نقدر نقرا ونقدر نبحث ونقدر نستفسر. مش اي حد يطلع يقول كلمتين يبقى خلاص نسمع كلامه، ولا كلام انا برضو يعني تاخده عن ثقه قوي ان انت خلاص ده بص ده قال لك ما ينفعش نشفى من السكر، ما ينفعش نشفى من السكر. حتى لو عمل الابحاث كلها، كل يوم في تطور، كل يوم في علم، وارد ان يبقى في بحث ينزل النهارده ده يقول لك في بحث نازل وفي مثلا ايه حاجه تعالج البنكرياس، حقن مش عارف ايه، سمعنا زمان خلايا جذعيه وسمعنا كل الحاجات دي. يعني انا عايز اقول لك تسمع لده وتسمع لده وتحكم، بس يعني احنا بنوضح نقط كده معينه بسيطه لكل الناس. يلا اشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو عشان تتوصل بكل جديد على القناه، لو خصوصا لو كنت مريض سكر او عندك حد مريض سكر، اسال اي سؤال، استفسر عن اي استفسار في اسفل الفيديو، وهتلاقوا اكتر من 150 حلقه لمريض السكر من كل مختلف سواء بقى التغذيه او التحاليل او اي حاجه هتلاقيها موجوده اسفل الفيديو ده. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم، وما تنسوش تتابعونا وتعملوا يعني ضغط على زر الجرس تتوصل باي فيديو ينزل جديد على القناه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.